وولد سليمان عليه السلام في أورشليم عام 985 قبل الميلاد، وكانت فرحة كبيرة من بني إسرائيل تملأ أورشليم لميلاد سليمان. ولد سليمان ليكون نبياً، له أيضاً معجزات كبيرة أدهشت البشرية وأثبتت قدرة الله في ملكه. ولم يكن سليمان هو أكبر أبناء داود، ولكنه كان الحكيم عليه السلام. فسمع داود لشكوى صاحب المزرعة: يا نبي الله، لقد أكلت أغنام هذا الرجل زرعي وثماري. فقضى داود بالغنم لصاحب المزرعة تعويضاً لها، إلا أن سليمان قضى بأمر آخر. لقد قضى سليمان لصاحب المزرعة بأن يأخذ الغنم ويستفيد بألبانها وخيرها، وأن يقوم صاحب الغنم بزراعة الأرض لتعود لصاحبها كما كانت. وبارك داود هذا الحل من ولده الذي يبلغ الآن من عمره 11 سنة. لقد أتاه الله الحكمة مثل أبيه، فسليمان يشبه والده في خصاله النبيلة. بعد أن أسس داود بناءً راسخاً لبني إسرائيل، وأقام جيشاً قوياً يدافع عنها، حانت لحظة النهاية وحان الفراق. فداود كان شديد الغيرة على أهله، فلقد كان عبداً صالحاً في كل شيء. وحضر جنازة داود الآلاف من الرهبان والناس كباراً وصغاراً. الشمس حارقة فوق الرؤوس، لا نستطيع تحملها. كدت أن يغمى علي من شدة الحرارة. سلوا سليمان أن يرحمنا مما نحن فيه. مات داود، مات بعد 100 عام من العطاء والحب والإنفاق في سبيل الله والعبادة والصوم والصلاة وقيام الليل والدفاع عن الحق. ألا تتحملون الشمس الحارقة يا بني إسرائيل؟ وقد تحمل داود الكثير من أجلكم. وأمر سليمان عليه السلام الطير فأجابت، فأمرها أن تظل الناس. لقد أمر سليمان عليه السلام الطير أن تمنع عنا الشمس الحارقة. وأصبح سليمان عليه السلام بعد موت داود هو الحاكم الملك على بني إسرائيل، وأصبح لسليمان ملك عظيم. إنه سليمان بن داود. ينتهي نسب سليمان إلى يهوذا شقيق يوسف من أبيه، يهوذا ابن يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام جميعاً.
وظل سليمان يدعو ربه: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقد استجاب الله تعالى لدعائه وأيده، وسخر له من كل مخلوقاته الطيور والإنس والجن والشياطين ليبدأ سليمان رحلته لنشر الدين بكل ما أوتي من قوة. تعاظم ملك سليمان وسمع عنه القاصي والداني، وما زال سليمان يحدث الطير ويفهم ما يقولون في معجزة خارقة. وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء. وهكذا بدأ الصراع مبكرا مع سليمان من داخل بني إسرائيل، فقد أثار أعداء سليمان الشبهات حوله من كل اتجاه، وحاولوا إفشاله أمام قومه. الطعام يا هوشان. أي طعام يا سائلة؟ أي طعام يا زوجتي العزيزة؟ أي طعام؟ سليمان قد عتال العرش. أنا لا أهتم كثيرا بما يجري حولي يا هوشان. ساقية، وماذا أفعل أنا؟ ماذا؟ هكذا هكذا الحظ الأسود يقف عثرة حتى مع زوجتي العقيم. ألا يكفي؟
أنني تحملتها كل هذه السنوات؟ لقد أخذ سليمان حكم وورثه عن أبي داود. إلى متى سيكون لهشام الفارس العظيم نصيب في حكم بني إسرائيل؟ زاد الرخاء في عهد سليمان الحكيم، وكان يأمر الريح فتحمل السفن في البحر. سبحان الله وبحمده، هذه الريح تؤمر بأمر سليمان عليه السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يأمر سليمان الريح فتذهب حيث شاء، فإذا أرادها سريعة لتجري بالسفن في البحار صارت عاصفة، حتى إذا ما ركب سليمان البحر صارت هادئة. اتسع ملك سليمان عليه السلام ووصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وأخذ يخوض المعارك ويفتح البلاد ويهدي العباد لرب العباد. كان قوياً عنيداً في الحق بجانب طيبته وخلقه الحسن، يدافع عن ملكه ولا يتخاذل. ألا تسمعين ندائي؟ أنا لا أريد شيئاً، لا أريد سوى أن أطيح بسليمان من فوق عرش بني إسرائيل. ساجية، لماذا لا تتكلمين يا ساجية؟ وماذا تريد مني أن أقول؟ قولي إنك تكرهين سليمان مثلما أكرهه أنا، قولي. الحب والكره من أعمال القلوب يا هشام. وأين قلبك يا ساجية؟ مع من قلبك؟ الذئب أكل رضيعاً وامرأتان تختلفان، فليذهبا إلى نبي الله داود ونبي الله سليمان. فلنذهب إلى نبي الله داود ليحكم بيننا وليعيد لي ولدي. هيهات هيهات لما تقولين. ولدي أنا. يا نبي الله، لقد تركت ولدها للذئب فاختطفه. إنه ولدي. أقسم بالله الواحد الأحد، إنه ولدي يا نبي الله، ولدي أنا. لا، إنه ولدي وهي كاذبة كاذبة. أغثني يا نبي الله داود وأعذ لي ولدي واحكم على هذه الكاذبة. فحكم داود للكبرى بالولد. ولدي. عاد لي ولدي. يا رب أظهر الحق على يد سليمان، فلقد خدعت هذه الكاذبة نبي الله داود.
فإذا بسليمان أمامهما فعرف ما كان فأعادهما مرة أخرى. سليمان بأن يأتوه بسكين ليقسم الطفل بينهما. وأنا أوافق على اقتسام الطفل بيننا. لا لا لا، أعطها الطفل، أعطها ولا تقسم ولدي، أعطوه إياه، حسبي الله ونعم الوكيل. فعرف سليمان من أم الرضيع فأعطاه للصغرى. ولدي ولدي حبيبي، عدت إلي، عدت إلى حضن أمك، ولدي ولدي الحبيب. شاردة يا سادية، أتدبرين معي أمراً للقضاء على سليمان وملكه؟ كانت سفن سليمان تجري في البحر ذهاباً وإياباً في سلام، وقد اهتم سليمان عليه السلام بشؤون البلاد الداخلية، فشجع التجارة وأنشأ أسطولين كبيرين، أحدهما في بحر الروم والثاني في بحر القلزم. وكانت سفنه تجوب البحار وتصل بلاد الشرق ببلاد الغرب. وقد طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يجعله يطعم المخلوقات كلها في يوم واحد،
فأمر سليمان بتجهيزات الطعام لكل المخلوقات، فكانت السفر ممتدة مسيرة شهور، وكانت المخلوقات 1000 أمة، 400 في البر، وفي البحر 600 أمة. فاختار سليمان ضيوف البحر للوليمة، فخرجت سمكة ضخمة من البحر فأكلت كل الطعام، فخرجت سمكة البر فلم تجد طعاما، فأكلت السمكة التي التهمت كل الطعام، فسجد سليمان لله اعترافا بقدرته في رزق مخلوقاته. ومما يؤثر في قصة نبينا سليمان أنه كان بحاراً، وأنه وصل إلى أماكن بعيدة في البحر المتوسط، وكان أميره عليه السلام والمسيطر عليه. ندعو اليوم يجتمع فيه الناس ونخبرهم بحقيقة سليمان. أنا معك يا قيساء على أن يكون أتباعنا منتشرون في كل مكان لينشروا حوله الشائعات. إذن لابد من أخذ رأي هوشان. لا أدري لماذا تأخر. سأظل عدواً لسليمان حتى يترك ملك بني إسرائيل، وكل عدو له هو حبيب لي، وكل حبيب لسليمان عدو لي. وأعاد سليمان بناء المسجد الأقصى من جديد، أولى القبلتين وثالث الحرمين، وفرحت به بنو إسرائيل. وما زال سليمان يعمر البلاد ويهدي العباد، يبني ويشيد في كل مكان، ينشر دعوة التوحيد في كل مكان، يزداد أتباعه ويزداد أيضاً أعداؤه. ورغم كل هذا البناء والتشييد الواضح، ورغم التقدم الكبير في حياة الناس، ورغم كل هذه المعجزات الواضحة، ورغم بناء عدد كبير من الهياكل ودور العبادة، إلا أن الضلال لا يزال يزاحم الحق. هوشان، إلى أين أنت ذاهب؟ ولما هذا السيف؟ ذاهب لأقضي على سليمان ونبوته المزعومة. ماذا تقول؟ ذاهب لأفضح أمر هذا الساحر بين بني إسرائيل، لأكشف لهم زيفه وضلاله. وماذا لو وقف الناس ضدك؟ لن يقف أمامي أحد بعد اليوم.
هذا يوم هشان. أخشى عليك يا زوجي. من ماذا يا ساجية؟ من شر نفسك. هيا يا هشان، بنو إسرائيل كلهم ينتظروننا. اللهم احفظ نبيك سليمان من كل سوء. يا بني إسرائيل، أنتم خير من خلق الله، أنتم الأفضل والأشرف والأعظم، ولا يليق بكم أن يكون حاكمكم ساحراً شريراً. ألم يروا كيف سخر سليمان الجن فبنت له المحاريب والبروج والقصور الشاهقة؟ إذا كان نبي الله سليمان ساحراً كما تقولون، فلماذا لم يسحركم أنتم أيضاً مثلما سحرنا؟ السحر يأتي بالشر حيث كان، فهل أتى نبي الله سليمان لكم يا بني إسرائيل إلا بالخير؟ لا نرى. وكيف سخر سليمان الريح والطيور والزواحف؟ أجل، سليمان ساحر شرير. ساحر شريراً. وهل رأيتم ساحراً يبني المحاريب والهياكل؟ هل رأيتم ساحراً ينشر الحق والعدل بين الناس؟ لا. سليمان ليس نبياً، إنه كاذب. نعم، إنه كاذب شرير. هل رأيتم ساحراً يعطي الفقير وينصر الضعيف ويحمي المساكين؟ لا، لم نرى. إنه ساحر. كان ساحر. إنه كاذب. فلا تصدقوه. إذن من سخر له كل هذا؟ الله. ومن أعطاه كل هذا الملك؟ الله. ومن ولاه على بني إسرائيل؟ الله. انظروا، هذا الهدهد يكتشف منابع المياه ليعم الرخاء على بني إسرائيل. انظروا إلى المباني والهياكل التي ملأت بلادنا. لقد دافع الله عن نبيه سليمان الحكيم، سليمان الذي تولى القضاء من أيام أبيه داود، فحكم بالعدل بين الناس. لنا جولة أخرى يا ألصاف. وهكذا رد أتباع سليمان على شبهات المشككين، ودافع الله عن نبيه وأنصفه. وكان سليمان يمشي مع أصحابه فرأى 4 عصافير على الشجر يتحدثون، فيقول لأصحابه: هل تعلمون ماذا تقول العصافير 4؟ ماذا يقول الأول يا سليمان؟ أجاب سليمان: الأول يقول: يا ليت الخلق لم يخلق. وماذا يقول الثاني يا نبي الله؟ فقال لهم سليمان عليه السلام: أما الثاني فيقول: يا ليتهم لما خلقوا علموا لما خلقوا. وماذا قال العصفور الثالث يا سليمان الحكيم؟ فقال لهم سليمان: قال العصفور الثالث: يا ليتهم لما علموا لما خلقوا عملوا بما علموا. وماذا قال العصفور الرابع يا نبي الله؟ فقال لهم سليمان: أما العصفور الرابع فقال: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا.
هل تعتقدون أن ما يفعله سليمان هذا من عند الله؟ نعم، إنه ملك ونبي، ورث عن أبيه داود كل شيء ما عدا المال، لأن الأنبياء لا يورثون المال. ماذا تريد بكلامك يا هشام؟ ها؟ كن واضحا معنا. يا قوم اسمعوا، هل تعتقدون أن هشام يريد بكم شرا؟ إن ما يفعله سليمان من تسخير الرياح والجن والشياطين والطير ما هو إلا سحر. سحر؟ سحر؟ اهدأوا، فإن الدليل موجود على ذلك. فأين الدليل؟ لن أفصح عنه الآن حتى تثبت الأيام كذب وتضليل سليمان. تعددت معجزاتك يا سليمان الحكيم، وارتفع شأنكم يا بني إسرائيل على يد نبي الله سليمان، وزادت الافتراءات عليك يا نبي الله. نعم، إنما أقوله هو الحق، لقد ضل سليمان. سليمان يستخدم السحر لتسخير كل هذه المخلوقات، هل كفر سليمان؟ علينا إذن أن نعمل على التخلص منه. ليته تعلم من أبيه داود. أين ساجية؟ لماذا لم تحضر معنا؟ لعلها علمت بسحر سليمان. لن أترك امرأة في بني إسرائيل إلا وأبلغها بسحرك يا سليمان. أسمعت يا ألصاف ما يردده أعداء سليمان؟ سمعت يا أزدي، وحزنت أيام حزن. يجب ألا نسكت على ما يقولون يا ألصاف. لن نسكت طبعا، وسنتحرك بكل اتجاه لإنصاف نبي الله سليمان. أقترح أن نعقد اجتماعا موسعا للرد على شبهاتهم بحق سليمان عليه السلام. لا، بل علينا أن نتحرك دون أن نجهر بما يقولون حتى لا يتناوله الناس في المملكة. صدقت يا ألصاف، حتى لا نعطيهم أكثر من حجمهم. خرج سيدنا سليمان عليه السلام إلى البحر وجلس على الشاطئ، فرأى نملة تحمل حبة قمح تذهب بها نحو البحر، فجعل سليمان ينظر حتى بلغت ماء البحر. فإذا الضفدعة قد أخرجت رأسها من الماء وفتحت فاها، فدخلت النملة وغاصت الضفدعة في البحر ساعات طويلة، وظل سليمان جالسا يفكر في ذلك متعجبا من أمر هذه النملة وهذا الضفدع. وما زال سليمان يتفكر في الأمر. ودعاها سيدنا سليمان ليسألها ما شأنها وأين كانت، فقالت النملة: يا نبي الله، إن في قعر البحر الذي تراه صخرة مجوفة بها دودة عمياء، وقد خلقها الله هناك، فلا تقدر أن تخرج
لطلب معايشها، وقد وكلني الله برزقها، فأنا أحمل رزقها، وقد سخر الله تعالى هذه الضفدعة لتحملني فلا يضرني الماء. فقال سليمان عليه السلام: وهل سمعت لها من تسبيحة؟ قالت: نعم، إنها تقول: يا من لا تنساني في جوف هذه الصخرة تحت هذه اللجة برزقك، لا تنسى عبادك المؤمنين برحمتك. يا قوم، هل يستطيع أحدكم أن يجيب عن سؤالنا؟ لماذا يتزوج سليمان كل هؤلاء النساء؟ لماذا؟ إنه حب الدنيا وحب الشهوات وحب الطرف والبذخ. البعض منا قد لا يجد امرأة واحدة يتزوجها، فكيف لسليمان كل هذا؟ كيف؟ الله الذي من على نبيه سليمان بتسخير الإنس والجن والريح والطير، أراد أن يمن عليه بفضل بزواجه بكل تلك النساء. وكم عددهن يا ترى؟ الله أعلم، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. يريدون أن يقضوا على نبي الله سليمان. ماذا فعل لكم هذا النبي الملك الذي رفع الله به بني إسرائيل؟ لا أدري ماذا يريدون من نبي الله سليمان. نعم، لقد ابتلى الله عز وجل نبيه سليمان حتى يعرف أن الله هو القوي المدبر لكل أمر. فيقول المفسرون في هذه الآية: إما أن الله تعالى أجلس شيطانا على كرسيه يدير الأمور، وسليمان عاجز وقتها مسلوب القوة، وإما أن سليمان كان مسلوب القوة يجلس على الكرسي. سواء كان هذا أو ذاك، فلقد مر سليمان بهذه المحنة ليعلم الجميع أن الله هو الذي يملك كل شيء. بعدها رجع سليمان لملكه أقوى بعد أن استغفر وحمد وشكر، فلقد وصل إيمان سليمان لحق اليقين. يقولون إن النبي سليمان سيخوض حرباً عظيمة ضد ملك البحر. نبي الله سليمان في حياته الكثير من العبر والاختبارات،
فلقد اختبره ربه كما اختبر غيره من الأنبياء. ودارت رحى الحرب بين الفريقين، وكانت معركة كبيرة، وحاصر سليمان وجنوده جنود غولان وهزمهم، وفر جنود غولان من المعركة، وفر شركيس ولده أيضا، ثم قتله أحد جنود سليمان وقتلوا الساحر الضال، وألقى جنود غولان أسلحتهم. ها؟ ما بك يا هشام؟ ماذا أصابك يا زوجي؟ سليمان، سليمان، لا أستطيع الانتصار عليه حتى الآن. ولماذا يا هشام ترهق نفسك بالعمل على هزيمته؟ لأنني أحق منه بكل هذا. ولماذا أنت الأحق منه؟ لقد أخذ أبوه داود النبوة، وأخذ سليمان الملك، ونحن نشاهد ونصفق لهما. اهتم بأمرك يا هشام، اهتم بتجارتك، اهتم ببيتك. بيتي، بيتي الذي ليس فيه ولد يسعد قلبي ويحمل اسمي من بعدي. دعيني، دعيني، دعيني أنام أو أشرب كي أنسى. عدد مياه البحار. الكون كله أحبك يا سليمان، الكل اعترف بفضلك على بني إسرائيل وكيف توسع ملكها في الأرض، الكل تمنى أن تحيا طويلا، إلا من قلة كرهت الحق وكرهتك. وتتوالى المعجزات على يد سليمان الحكيم، وتتوالى معها الحروب والشائعات حوله.
لقد أسال الله لسليمان النحاس فصار يجري كالماء. سبحان الله وبحمده، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ألم أقل لكم إن الحرب ضد سليمان فاشلة؟ الناس تحب سليمان وتهتدي بكلامه. لقد انهزمنا، هزمنا سليمان. لقد حول سليمان حياة بني إسرائيل إلى جنة، وقدم نموذجاً عملياً بأن الأخلاق تبني الأمم. لقد مللت هذا العمل الشاق يا أخي الشيطان. اصمت اصمت، وإلا عاقبك سليمان. كل يوم عمل شاق عمل شاق، مرة في البحار ومرة في الجبال. هل امتلأ جوالك باللؤلؤ والياقوت؟ هيا حتى يمتلئ عن آخره. لقد امتلأ، ولكنني مللت هذه الأعمال الشاقة وسأعصي أوامر سليمان. أرى أن عقابك من الملك سليمان سيكون راضعاً. منذ أن سخرنا الله ونحن نعامل كالعبيد، ننفذ أوامره ولا نستطيع معصيته أبدا. ولكنني سأتمرد عليه. لا 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 لا، أنصحك بهذا، فنحن مسخرون لسليمان طوال حياته. عرفت كيف يكون عقاب سليمان للشيطان العاصي لأمره؟ لا، قل لي. أتذكر يوم أن أضاع أحد الشياطين لؤلؤة كبيرة؟ تذكر حديثه مع سليمان الملك؟ وسأل سليمان عليه السلام الشيطان عن ذنبه. لقد أخذت لؤلؤة كبيرة، خرجت بها من البحر ولم أوتها بخزائن القصر. فسأله سليمان عليه السلام: أين خبأتها أيها العفريت؟ سأروي لك ما حدث يا ملك سليمان. لقد خصت مع الغائصين وأخرجت لؤلؤة بحجم رأس إنسان، وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى برضاك طوال حياتي. وفي طريق عودتي انقض علي مارد جبار، خطف عني واختفى بين طيات السماء ولم أستطع اللحاق به. فقال له سليمان عليه السلام: إن كان حقاً ما تقول، سأعرض عليك الجن لتخرجه من بينهم. لو كان هذا الجن ممن تسخرهم ما استطاع أن يهزمني. فأمر سليمان بحبسه. لا لا يا سيدي سليمان، لا 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 لا.
حتى تبين له أنه صادق فأخرجه. يا إلهي، ما هذه القوة؟ إن لسليمان لقوة وسطوة علينا، ويجب أن ننفذ أوامره. من يعصي سليمان سينال عقاب الحبس في القارورة الزجاجية مدى الحياة. لا، لا أستطيع ذلك، فإن حريتي أهم حتى لو كان العيش في شقاء. متى نتخلص من هذا الذل وهذه المهانة؟ ليس قبل أن يموت سليمان. ومتى يموت سليمان؟ لا أعرف، ولكنه أضاع هيبة مملكة الشياطين. ومن يتكلم ينال عقابا أليما. إنه سليمان، سليمان. الله تعالى حكيم، يتصرف في ملكه كيف يشاء، لذا أعطى سليمان ما أعطى ولم يحجر عليه في العطاء. حارب سليمان الفقر وساعد المساكين. يا مولاي سليمان، إن الهدهد ليس موجودا. غضب سليمان عليه السلام وأخذ يتفقد الطير، فوجد مكان الهدهد خاليا، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يا رجل، ألم ترى الهدهد اليوم؟ الهدهد؟ لا لا، لم أرى. الملك سليمان يسأل عن الهدهد. يا ويل الهدهد من عقاب نبي الله سليمان. لا أدري ما الذي فعله الهدهد بنفسه، سليمان لن يتركه. هذا الهدهد لابد أن وراءه أمرا عظيما. الله أعلم. وعاد الهدهد في ذل وخضوع إلى الملك سليمان، فوجده ساخطاً عليه، فقال له سليمان: أين كنت أيها الهدهد؟ وما هو سبب مخالفتك أمري؟ فقص الهدهد على سليمان قصته كلها وما رأى عند بلقيس. فابتسم سليمان وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ترى هل سيكون لهذا الهدهد شأن في تاريخ البشرية؟ سيغير شيئاً ما في البرية؟ أيها الهدهد، من أين جئت؟ وماذا تريد؟ فأنت جميل، أنت جميل جداً. ما أبدعه من هدهد؟ حورية، هيا نصلي للشمس لنشكرها، هي من أعادت لك الملك يا مولاتي. ما رأيكم؟ أفتوني في أمري. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. أنا
لا أرغب في حرب أخشى منها الهوان لقومي. هوان؟ لا يستطيع أحد هزيمتنا يا ملكة البلاد، فنحن الأقوى دائما. سأرسل إلى سليمان بهدية، فإذا كان من طلاب الدنيا قنع بها ورجع. وإن رفضها يا مولاتي؟ إن رفضها فهو صاحب مبدأ لا يحيد عنه. جهزوا الهدايا لسليمان، وأولها صندوق ممتلئ بالذهب والأحجار الكريمة. هيا. سمعا وطاعة يا مولاتي. نظر سليمان إلى الهدايا وقال: من أين هذا؟ هدايا من الملكة بلقيس إلى الملك سليمان. فقال سليمان: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. هذا ما حدث يا مولاتي. اسمعوا، ايتوني براية بيضاء، سنحملها ونذهب بها لسليمان. سنذهب لسليمان طائعين. واجتمع سليمان بهم وقال لهم: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك. قبل أن تقوم من مكانك، أي قبل أن ينقضي مجلس حكمك، وكان فيما يقال من أول النهار إلى قرب الزوال. وأما قوله وإني عليه لقوي أمين، أي وإني لذو قوة على إحضاره إليك، وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سليمان نبي الله. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالق الحب والنوى، الحمد لله الذي أنار بصيرتك يا زوجي الحبيب. هيا معي يا زوجتي الطيبة المؤمنة. إلى أين؟ إلى المحراب لنصلي سويا. يا لكم تمنيت هذا يا هشام. هيا لندعو الله ليرزقنا الذرية الصالحة. عاد الهدهد إلى سليمان وأخبره بخروجها، فأمر سليمان الجن أن يعدوا لها بنيانا لتنزل فيه. وكانت الجن تبني الصرح، حيث جعلوا له طوابق من قوارير بيض كأنه الماء، وجعلوا تحت الطوابق صوراً من دواب البحر، فأصبح من ينظر إلى أرضه الزجاجية
يظن أنها بحيرة بمائها وأسماكها. مات سليمان على كرسيه ولا يعلم أحد بموته عليه السلام، فأخذت الجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حي. والروايات كثيرة ومتعددة في طريقة وفاته، ولكن وصلت إلى ساعة أن نبي الله قد وافته المنية. وما زال سليمان يعطينا العبر والعظات ويزيدنا إيمانا بالخالق. فانظروا معي إلى هذه الكائنات المسخرة بأمر الله عز وجل، هذه الجن والشياطين والزواحف والطيور والريح، كل هذه الآيات الربانية لتدل على عظمة الخالق عز وجل لا عظمة المخلوق. فعليك سلام الله يا سليمان الحكيم. وها هو المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، أعاد سليمان عليه السلام بناءه، أولى القبلتين وثالث الحرمين، ليظل هذا المسجد علامة فارقة في حياة كل المؤمنين. الكل يحبه وتهفو إليه روحه. فسلام الله عليه يا سليمان الحكيم. وحتى لا ننسى معجزات سليمان، هذا هو وادي النمل الذي أمنه سليمان ولم يمر عليه بجيشه، معجزة إلهية عظيمة أن يسمع سليمان صوت النملة وهي تنبه باقي النمل لقدوم جيوش سليمان
معجزة يجب ألا ننساها أبدا. يا أيها النمل، ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.